أسعد الله مساءكم، أهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية من قناة العيون، ونعتذر عن هذا التأخير. البداية بأبرز العناوين. جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي رشيد يحل بالمنامة، وذلك في زيارة أخوة وعمل لمملكة البحرين. الأمين العام للأمم المتحدة يوصي في تقريره تمديد مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء سنة إضافية، وتظاهرة علمية بالداخل حول موضوع البيئة والتنمية في الأقاليم الجنوبية. وفي الخبر الرياضي، استعدادات مكثفة. وفي الخبر الرياضي، استعدادات مكثفة بمدينة العيون مع قرب تنظيم بطولة كأس أفريقيا للأندية في كرة اليد. مرحبا بكم مجددا. حل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد عشية اليوم الاثنين بالمنامة، وذلك في زيارة أخوة وعمل لمملكة البحرين. ووجد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في استقباله لدى وصوله إلى المطار إلى مطار البحرين الدولي عاهل البحرين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. التفاصيل في سياق تقرير لمحمد فاضل أبو الحسن. بالعاصمة البحرينية المنامة حل جلالة الملك محمد السادس عشية اليوم مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في زيارة عمل وأخوة لمملكة البحرين. ووجد جلالة الملك في استقباله في مطار المنامة في مقدمة مستقبل جلالته العاهل البحريني جلالة الملك محمد بن عيسى الخليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وضمن مستقبل جلالة الملك كذلك أعضاء عن الحكومة البحرينية وسفير جلالة الملك بالبحرين. جولة جلالة الملك لعدد من دول الخليج العربي من بينها مملكة البحرين تأتي لبناء صرح الشراكة الاستراتيجية والنموذجية ومتعددة الأبعاد بين المغرب ومجموع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل السياسة الرشيدة والرغبة الأكيدة لجلالته وقادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد غصت جنبات الطريق الرابطة بين مطار المنامة وقصر الصخير بالمحافظة الجنوبية للمنامة بحشود غفيرة لمواطنين بحرينيين ومقيمين وأفراد الجالية المغربية بالبحرين في استقبال شعبي كبير لجلالته، استقبال يؤكد عمق العلاقات الثنائية التي تجمع عاهلي البلدين وشعبيهما. إلى قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة يصل الموكب الملكي وتحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والبحريني.
العلاقات المغربية البحرينية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا مضطردا في مجالات مختلفة، هي ثمرة توجه مشترك لبناء علاقات نموذجية في أبعادها الثنائية والإقليمية والدولية. وقد ترأس جلالة الملك وعاهل مملكة البحرين مراسيم التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون، تتعلق الأولى بمنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في 7 أبريل من سنة 2000، وقعها عن الجانب المغربي السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. وتتعلق الاتفاقية الثانية ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2016-2018، وقعها عن الجانب المغربي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، وعن الجانب البحريني وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة. وتتعلق الاتفاقية الثالثة بالتعاون في مجال القضاء بين المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية لمملكة البحرين، وقعها عن الجانب المغربي وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، وعن الجانب البحريني وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. اتفاقيات جديدة للتعاون تنضاف إلى 50 اتفاقية للتعاون المشترك بين المملكتين الشقيقتين برعاية ملكية كريمة من صاحب الجلالة نصره الله وعاهل مملكة البحرين، ليتوجه العاهلان الشقيقان مرفوقين بالوفدين الرسميين إلى مأدبة العشاء التي أقامها جلالة ملك البحرين الشقيق الشيخ حمد بن عيسى الخليفة على شرف جلالة الملك. في موضوع قضية الصحراء، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره إلى مجلس الأمن حول ملف الصحراء، مطالبا بضرورة الوصول إلى حل سلمي سياسي لنزاع أكثر من أي وقت مضى بسبب الوضع الإنساني لسكان المخيمات والمخاوف من استغلال الجماعات المتطرفة للنزاع وما يتبع ذلك من خطر على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع بالصحراء دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. فتح الأمين وأبرز ما جاء في هذا البيان. هو بيان براءة أكثر منه تقرير أممي، تقرير نهاية العهدة، ارتسامات شخصية للأمين تغفل الموضوع والموضوعية بالملف، وبالتقرير اعتذار ضمني عن تصرفات وتصريحات بذرت من الدبلوماسي الكوري خلال زيارته لمخيمات تندوف، حيث وقع في شرك مبعوثه روس المعروف بانحيازه المعلن للجزائر التي عمل بها كدبلوماسي أمريكي لسنوات بنى خلالها صداقات متينة مع النظام الجزائري. يقع الأمين على الملف في الشرك، يصرح بما يتنافى والأعراف الدبلوماسية ويدخل المنظمة الأممية في متاهة الشك والانحياز. الأمين بات غير أمين إذ جانب الصواب والحياد. مسيرة مليونية بالرباط منددة بانزلاقات كيمون خصص لها فقرة من فقرات بيانه بدل التركيز على معطيات أكثر موضوعية بل وخطورة، سرقة المساعدات الإنسانية وغربلتها بموانئ الجزائر ثم إلى المخيمات في أسواق موريتانيا وباقي أفريقيا، تحويل للمساعدات تستفيد منه قيادة بوليساريو ومسؤولون جزائريون سامون حسب تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش. غفل التقرير معطى السرقة وكم الفساد بمخيمات تندوف ليركز على مسيرة سلمية تحتج على قول أو فعل. تقرير غير منسجم يترجم حالة التخبط والهذيان التي يعيشها الأمين في أواخر العهدة. ولإثبات الحياد يشير بان كي مون في تقريره إلى ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف دون تبرير للضرورة، إذ التبرير يحمل من التفاصيل ما يجعل النظام الجزائري جزءا من الصراع بل طرف أساسي، فأغفلت الأسباب رغم العلة.
يتحدث عن الوضع الأمني والإرهاب ليقع مرة أخرى في تناقض يعكس بدوره الإفتاء والإملاء وعدم الإلمام بقضية عجوز تكاد لا تنتهي. الوضع الأمني والجماعات المتطرفة التي حذر منها الأمين تجعل من مخيمات تندوف والصحراء المترامية مرتعا لها، مستفيدة من صراع يجعل جنرالات الحرب الباردة يصرون على تغذيتها إلى حين تحقيق حلم لا وجود له إلا في أذهان نظام شاخ فتعطلت بوصلته. التقرير يقدم إذن إلى مجلس الأمن بكل ما يحمله من تناقضات ليس من الضروري الأخذ بها بل مجرد استئناس. قد يغفل كل الفقرات وإن أخذ بمغالطاتها فلكيد أنه الدفع نحو المجهول، خصوصا في ظل عزلة الجزائر بأزمتها الاقتصادية التي بات معها شراء السلم الاجتماعي مستحيلا، ولم يبقى أمام الجزائر التي تتسلح بشكل غير مسبوق سوى حرب قد يتأثر بها الشرق كما الغرب خصوصا أوروبا. هي خارطة تهديدات تحيط بالمنطقة العربية رسم ملامحها جلالة الملك في خطاب القمة المغربية الخليجية، خارطة اتضحت معالمها لدى قادة دول الخليج، فجاء التصريح رسمي من داخل مجلس التعاون بمغربية الصحراء وبالحكم الذاتي كحل عادل يضمن كافة الحقوق، ومن مجلس التعاون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها إلى روسيا والصين. وينضم إلينا ميلود بلقادي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي حول ذات الموضوع. سيد مولود، بداية لو سألتك عن قراءتك الأولية للتوصيات التي قر بها الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء. نعم، أولا الملاحظات والتوصيات التي أتت في الصفحة 16 وما بعدها تؤكد أنها توصيات عامة غامضة، وهي لا تخرج بكيفية عامة عن توصيات تقارير السابقة. والقارئ المتأمل في هذه التوصيات سيلاحظ أن هذا التقرير أولا جعل من القضية الوطنية قضية أساسية، وهذه القضية الأساسية للمغرب هي التي ستمكنه من أن يلعب دورا أساسيا خصوصا في الفقرة 88 التي تنص على أن المغرب واتساع الصحراء وعدم مراقبة مخيمة تندوف وتساهل الأمن الجزائري مع القادة ديال البوليزاريو ومع بعض الحركات الإرهابية، كل هذا قد يشكل خطرا على ترسيخ مجموعة من الشبكات الإجرامية والمتطرفة في منطقة الساحل والصحراء. ونلاحظ هنا أن التقرير سكت بكيفية واضحة عن مسؤولية الجزائر ومسؤولية البوزاريو في اتساع أو في جلب هذه الحركات المتطرفة، كما ينص على ذلك مجموعة من التقارير الأوروبية أو الأمريكية أو الإسبانية أو حتى الفرنسية، مما يعني هذا أن التوصيات كما قلت هي توصيات عامة، ولكن على المغرب أن يتعامل معها بذكاء، خصوصا أن الآن نحن انتهينا من التقرير، الآن يجب على المغرب أن يركز على القرار الذي سيصدر يوم 26 من هذا الشهر، وذلك من خلال القيام. سيد ميلود، ربما استمعت إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون البارحة، وربما عربت عن تحفظات للخارجية المغربية. يعني في رأيك هل سيكون هناك تصعيد في الملف في القادم للأيام؟ لا أعتقد، لأنه بكل موضوعية وبكل أمانة علمية نحن المغاربة كنا ننتظر أن التقرير سيكون أكثر تطرفا، وكنا ننتظر أن يكون أكثر انحيازا
لأعداء الوحدة الترابية، لكن تحركات يعني الشعب المغربي، تحركات صاحب الجلالة، المجتمع المدني، وأيضا يعني عودة الحكمة أو العقلنة إلى القوى الفاعلة في النزاعات الإقليمية والدولية، ضغطت على أمين العام ليعود إلى عقله ويخرج يعني هذا التقريب الصفة. أولا يصعب جدا، وأنا أختلف نسبيا مع ما جاء في تصريح المسؤولة المغربية لأسباب متعددة. أولا الآن الإدارة الأمريكية أصبحت مقتنعة بما يسمى الآن بالقوة الناعمة. أوباما اقتنع أن القوة العسكرية لم تعد مقبولة لفك النزاعات الإقليمية والدولية. ثانيا الآن الإدارة الأمريكية تعيش زمن الانتخابات الرئاسية، وكل يعرف أنه أثناء الاستعداد للانتخابات الرئاسية السياسة الأمريكية الخارجية تصبح ثانوية أمام السياسة الداخلية الأمريكية. هناك أيضا انتخابات في فرنسا رئاسية. إذن القوى الفاعلة كلها الآن مشغولة بسياستها الداخلية، بالإضافة أن الزيارة الرمزية التي قام بها العاهل المغربي إلى روسيا كان أيضا فاعل أو كانت أداة قوية جدا ليتحول المجتمع الدولي إلى هيئة تريد أن تحافظ على أولا حياد الأمين العام في هذا الصراع، وثانيا أن تلتزم الأمم المتحدة وأمينها العام بميثاق الأمم المتحدة. سيد ميلود بالقاضي، إذا سيد ميلود سؤال أخير لو سمحت. سيد ميلود، بالنسبة للقوى الفاعلة ربما ساهمت في القضية إيجابا أو سلبا في رأي البعض، يعني في نظركم فرنسا كانت بالأمس المتدخل الرئيسي وأمريكا قبل 10 سنوات، واليوم يطالعنا الموقف البريطاني وربما موقف تصعيدي حيال القضية، وغدا موقف مواقف أخرى لروسيا والصين، يعني في اعتقادكم إلى في اتجاه ماذا ستؤول هذه القضية، قضية الفاعلين السياسيين الدوليين؟ يعني عادة أن القرار مثل الأمن لا يخرج في شكله وفي مضمونه عن شكل ومضمون تقارير التي تقدم من طرف الأمين العام في جل النزاعات الدولية. وبالتالي لا أعتقد شخصيا أن القرار الذي سيصدر من هنا اليومين أو ثلاثة سيكون مخالفا في جوهره عن مضمون تقرير بان كي مون، وبالتالي فيمكن لمثل الأمن أن يدخل بعض التعديلات المفاهيمية أو الشكلية، ولن يذهب إلى العمق ما دام أولا أن القوى الفاعلة لحد الآن ليست لها النية الصالحة لحل هذا النزاع المفتعل. ثانيا أن القوى العظمى الآن تريد أن تحافظ على التوازن بمنطقة استراتيجية هامة اقتصاديا تجاريا وجيوسياسيا. إذن القوى العظمى من مصلحتها أن يبقى هذا الصراع ليس بين المغرب والبوليزاريو، بل بين المغرب والجزائر. وبالتالي سيد ميلود بالقاضي، عذرا عن المقاطعة أدركنا بعض الوقت، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من الرباط. وفي نفس السياق أكدت فعاليات حزبية مساندتها المطلقة لكل الخطوات الرائدة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل ترسيخ الوحدة الترابية، منوهة بوقوف الشعب المغربي في وجه كل المناورات الدنيئة والمحاولات اليائسة التي تسعى إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة. لنتابع ردود الأفعال حول التقرير الأممي. ما جاش بمسائل جديدة وما تفاجئناش في الحقيقة، لأن عارفين مسبقا أن الأمين العام عبر عن الانحياز دياله من خلال التصريحات الأخيرة دياله،
وحنا اللي كنتمناو هو ان الحكماء ديال مجلس الامن ياخذوا بالاعتبار الموقف ديال المغرب والنضال ديال المغرب. السيد بن كيمون قد تخلى عن الحياد وقد اصبح طرفا اساسيا في مناورات ضد سياده المغرب، وهذا ما نندد به كمغاربه وكحزب قوات المواطنه، بحيث اننا نتشبث بالاقتراح الذي تقدم به صاحب الجلاله حفظه الله، الا وهو القيام بحكم ذاتي في الصحراء. هو تقرير مخيب للامال باعتبار انه يتجاهل العديد من الحقائق وخاصه تلك المتعلقه بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي، كما انه يجامل اعداء وحدتنا الترابيه. واكيد ان شخص تخلى عن حياده وتجرد من موضوعيته لا يمكن ان يصدر الا تقريرا منحازا، قرير يساوي بين الطرفين غير متساويين قانونا وفعلا. في المغرب دولة ذات سيادة، في حين أن البوليزارو هي جماعة انفصالية لا تمتلك أي شرعية للحديث باسم ساكنة الصحراء المغربية. والسبب الثاني وأن هذا التقرير لا يقدم شيئا جديدا بإمكانه المساعدة على التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه. النقطة اللي كنعتبرها أنا سلبية وهي عدم أخذ بعين الاعتبار المبادرة المغربية، المبادرة لحكم الذاتي، اللي هي في الحقيقة اليوم أصبحت هي المبادرة اللي عندها المصداقية واللي هي الحل لواحد المجموعة ديال الدول اليوم كتأمن به وكتبناه وكتساندو. هناك إجماع وطني في كلمة من المملكة على الوحدة الترابية. بان كي مون هو شخص مكلف من طرف مجلس الأمن. مجلس الأمن أعطاه على أن يقوم بجولة في المنطقة. هذه الجولة التي أقصانا منها وذهب إلى موريتانيا وذهب إلى الجزائر. هذا السيد الذي خرج عن السياق، فالقضية قضية وطنية وتتعلق بنا نحن أبناء المنطقة قبل غيرنا. المغرب عبر بكيفية واضحة وصريحة بأن أقصى ما يمكن أن يقوم به هو الحكم الذاتي، والحكم الذاتي في الواقع هو يحل المشكلة ويؤدي أيضا إلى أن يحكم المواطن نفسه بنفسه، ولذلك فحقوق جميع الأطراف محفوظة ولا يمكن أن يفرض أي شيء على المغرب. المغاربة الحمد لله الآن تيشتغلوا بجدية في المناطق الصحراوية، والآن بشهادات واحد عدد تنظيمات دولية، واللي زاروا مدينة العيون ومدينة من الداخلة وجدوا أن المغرب حقا أن نعمل واحد المجهود كبير لما يعملش بعض الدول اللي هي متقدمة غير ذلك. هذه ديال بان كي مون ما كتهمناش وما كت، لأنه هادو مواقف اللي هي مواقف اللي مدفوعة من جهات أخرين، وإحنا يا موجودين باش ندافعوا على بلادنا وموجودين باش نساندوا ملكنا. الآن الحكم الذاتي، الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي، واللي يعرف السيد على أن قضية الصحراء هي قضية حياة أو موت، هي قضية أن نكون أو لا نكون. فهذا التخبيق والرجوع إلى تقرير المصير وإلى الأكاذيب وإلى الافتراءات ولا سميتو لا نجاح فيه. تجاوز السيد بان كي مون حدود ديالو بما أنه يوحي على أنه كان منحازا دائما إلى جهة أخرى، ونحن نقول أن المغرب سيظل كما كان مرفوع الرأس، لن يزحزحه أحد عن الوحدة الترابية. إحنا هذه 40 عام وإحنا كنغوتوا كنقولوا المحتجزين ديالنا المغاربة اللي تخطفوا واللي مشاو أسرا وقصرا محاجزينهم تما، إحنا كناديو بفك الأسر ديالهم، وإحنا كندقوا ناقوس الخطر، لأن مشاو عاد غيجي بان كي مون ويقول لنا راه كاينه الإرهاب وكاين، لأن راعي الإرهاب هما البوليزاريو. علم لدى ولاية أمن العيون أنه جرى زوال اليوم الاثنين توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة يشتبه بتورطه في جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها عسكري
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة والمعروف بتبنيه للأطروحات الانفصالية عمد يوم 19 أبريل الجاري إلى اعتراض سبيل الضحية، وهو من مواليد 1979 بحي العودة، قبل أن يعرضه للضرب والجرح الخطيرين باستعمال السلاح الأبيض، مما أسفر عن وفاته ساعات قليلة بعد نقله للمستشفى. وذكر البلاغ أنه سبق لمصالح الشرطة القضائية أن أوقفت بصدد نفس القضية شقيق المشتبه فيه وأمه، وذلك من أجل اشتباه في إمساكهما عمدا عن تقديم المساعدة للهالك، وكذا تورط الشقيق في طمس معالم الجريمة من خلال إخفاء السلاح الأبيض المستعمل في ارتكابها. وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. نظمت أكاديمية الحسني الثاني للعلوم والتقنيات اليوم الاثنين بمقر الولاية بالداخل تظاهرة علمية حول موضوع البيئة والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. ويندرج تنظيم هذه التظاهرة العلمية المنظمة بتعاون مع ولاية الداخل وادي الذهب، مجلس الجهة، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في إطار تخليد الذكرى 10 لتنصيب الأكاديمية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المتابعة العالي حميميد ومحمد الداس. خليج الداخل والاستثمار السياحي، التحديات البيئية وأثرها على التنمية، محاور من بين أخر تم تداولها بالجلسة الأولى لهذه الندوة الفكرية التي أطرها خبراء ومهتمون بقضايا البيئة بصفة خاصة والتنمية المستدامة بصفة عامة. ندوة تسهر على إنجاحها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وذلك بمناسبة تخليدها للذكرى 10 لإحداثها من قبل الملك محمد السادس. في إطار احتفال بالذكرى 10 لتأسيس الأكاديمية أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كتنظم أكاديمية العلوم تظاهرة خارج الرباط، واخترنا انه من ناحيه ديال البيئه والايكولوجيا انه نختاروا مدينه الداخله والنواحي، خصوصا ان مدينه الداخله معروفه ان عندها مكانه ايكولوجيه مهمه. خليج الداخله منظومه بيئيه فريده من نوعها على الساحل الاطلنطي، تتوفر على مؤهلات ايكولوجيه وطبيعيه من مستوى رفيع. بكل أسف في إطار التطور التي تعرفه بلادنا وخاصة الأقاليم الجنوبية، فخليج الداخلة معرض كما نعرف فهو منطقة هشة معرض لمجموعة من المخاطر، وجب علينا القيام بوضع استراتيجية للمحافظة على الخليج، ونظن أن أحسن طريقة للمحافظة وهو وضع خطة مندمجة التي ستساعد هذا الخليج على حماية موارده. خارطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شكلت محوراً أساس خلال هذه الندوة الفكرية. مضمون النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية حتى يتمكن هاد الحاضرون وهذه التلة من العلماء والخبراء أن يتعرفوا على ما جاء به هذا النموذج، ليس فقط في مجال التنمية المستدامة والقضايا البيئية، ولكن كذلك في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتيك المتعلقة بالحكامة. وهذا الملتقى ينظم حول موضوع المسائل البيئية في الأقاليم الجنوبية، وكيف توظيف البحث العلمي من أجل معالجتها. ندوة يتوخى منها الخروج باستراتيجية فعالة للمحافظة على الخليج والحد من الإكراهات التي تواجهه من أجل حماية موارده. القوانين التنظيمية لجماعاتها الترابية موضوع اللقاء الدراسي الذي نظم بقليميم لفائدة رؤساء الجماعات الترابية بجهة قليميم وأذنون.
لقاء نظمته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأقادير بشراكة مع جهة قليميم وادنون والمجلس الإقليمي لقليميم. تفاصيل أوفى في مع حافظ محضار ومحمد فاضل عبيد. آليات وقواعد تدبير الجماعات الترابية في أفق ترسيخ الحكامة على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة موضوع هذا اليوم الدراسي الذي يشكل فرصة لتبادل الأفكار بين رؤساء الجماعات الترابية بجهة إقليميم وادنونة وأساتذة مختصين في المجال حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك في مسعى لتحقيق التنمية المحلية وضمان ولوج المواطن للخدمات في أحسن ظروف. هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن الأيام أو سلسلة الأيام التكوينية التي تنوي جهة إقليميم وادنون إطلاقها لتنمية قدرات المنتخبين، وأيضا في أفق تأسيس أكاديمية جهوية لتكوين المنتخبين ستكون إن شاء الله لبنة أساسية في الرفع من مستوى الرؤساء والنواب والمنتخبين بهذه الجهة، وفي أفق أيضا خلق جيل جديد من المنتخبين واعي بمسؤوليته ووعي أيضا ومقدر للقوانين الجديدة التي تنظم عمل الجهات في أفق المشروع التنموي الجهوي الجديد. مجموعة من المداخلات القيمة تقدم بها أساتذة متخصصون وأطر يعني بالإدارة الترابية وبالجامعات الترابية حول مستجدات هذه القوانين التنظيمية. هناك جلسات عامة وورشات تدقق في مستجدات هذه القوانين في الجانب جانب المراقبة الإدارية، جانب كذلك المراقبة القضائية، جانب التدبير المالي، وجانب الإدارة والتعاون والشراكة ما بين يعني شركاء الجامعات الترابية. المنظمون يأملون أن يشكل هذا اللقاء دراسي مناسبة لفتح نقاش بين المهتمين والباحثين والمنتخبين والقيام بأبحاث معمقة للوقوف على مستجدات القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، وكذا إبراز الإيجابيات والإكراهات المحتملة مع إمكانيات استحضار دراسات المقارنة والتركيز على التجارب المتميزة في مجال اللامركزية الترابية. لقاء يندرج في إطار يعني التكوين الذاتي للمنتخبين من أجل يعني مجموعة من المواضيع تتعلق أساسا بالتسيير والتعاون والشراكات، وكذلك بالتسيير المالي والحكامة، ثم كذلك يعني إيجاد النقاط المتشاركة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي. وطبيعة الحال هذا اللقاء سيتمخض عنه مجموعة من الورشات التي ستتعمق في هذه المواضيع الثلاث. ورشات ركزت بالخصوص حول آليات التدبير والحكامة الترابية والتدبير الحر من أجل تمكين الجامعات من الوفاء بالتزاماتها الدستورية في إطار مقاربة تشاركية، لكون الحكامة أصبحت مسؤولية الجميع. فالجامعات الترابية يتبين أنها أصبحت مطالبة ببذل مجهودات كبرى من أجل تجاوز المعوقات المالية والتأطيرية، خصوصا وأنها تتوفر على اختصاصات كبرى. محطة تواصلية إذا لتسليط الضوء على الورش المتعلق بالقوانين التنظيمية الجديدة للجامعات الترابية، ورش يبقى نجاحه رهين بتوفير نخب مكونة تملك مخططات للتنمية ووجود موارد مالية كافية لتنزيل هذه الخطط التنموية. تخليدا ليوم الأرض وبدعم من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نظم النادي البيئي والصحي بمدرسة عقبة بن نافع الابتدائية الملتقى الإقليمي الأول للأندية البيئية. الملتقى يهدف إلى نشر الوعي البيئي في صفوف التلاميذ. سالك رحل ويوسف زعواطي ومبارك الباز في المتابعة. عملية التدوير والمحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي في صفوف الناشئة ورشات ضمن أخرى تم تنظيمها خلال هذه الفعاليات لفائدة تلاميذ المؤسسة الذين قاموا بغرس مجموعة من الأشجار واستفادوا من دروس توعوية حول الحفاظ على الماء والبيئة. الملتقى نظم تحت شعار دور الأندية في نشر الوعي البيئي. واحد دورة شرفية لجميع المشاركين حول الحدائق التربوية الموجودة على المؤسسة، والتي تعود تقريبا لسنة 96 من 1996، وإحنا ما زلنا الحمد لله نحافظ على هذا الموروث البيئي الذي نفتخر به في مؤسستنا
ونتمنى أن يدوم هذا التواصل بيننا بين مؤسسات الإقليم. مدينة سمارة مدينة صحراوية كتكون فيها ثاني أكسيد الكربون والهوميديتي طالعة شوية، وبالتالي نحاولوا نبنيو هذه العقلية عند التلاميذ باش نحافظوا على البيئة وتكون مدينة فيها الخضور، لأن التلاميذ ديال الأولى إعدادي وجميع المؤسسات غادي نبنيوهم باش تكون عندهم واحد الكفاية يعني في الثانية إعدادي والثالثة إعدادي، لأنهم يحاولوا دائما يكون ما يحاولوش يفوتوا عليهم هذه الفرص ديال الانشطه ديال البيئيه اللي هي ضروريه. تعرفنا اولا في القاعه التي كانت مغلقه على كيفيه المحافظه على الماء وعدم الاسراف فيه، وبعدها قمنا بجوله استكشافيه حول جميع المناظر الخلابه التي تتواجد في هذه المدرسه، وبعدها قمنا رفقه الاستاذ قمنا بمعرفه الميثاق البيئي، ميثاق حول البيئه، وقمنا باصدار حقوق وما يقابلها من واجبات، ثم تعرفنا على بعض الأشجار التي تصبر ضد الماء وهي الأشجار الشوكية مثل الصبار وأيضا النخل، واستفدنا من الورشة الثانية كيف نزرع النباتات وكيف نحافظ عليها، وتعلمنا كيف كان الفلاح عمله شاقا جدا جدا. فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأندية البيئية نظمت تخليدا ليوم الأرض وبدعم من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان العيون سمارة ضمن برنامج سنوي للمجلس يخص مجالات مختلفة بالإقليم. رياضيا، تحتضن العيون بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس، وهو ما حذا بجميع الفعاليات إلى أن تستعد لإنجاح هذه التظاهرة الإفريقية. آخر الرتوشات والاستعدادات الخاصة بهذا الحدث الأفريقي في روبورتاج لمحمد بتاح ونيمان المغيفري. مدينة العيون تعيش على أجواء الاستعدادات على قدم وساق لإنجاح احتضان فعاليات كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس والكأس الممتازة صنفي الذكور والإناث، وتستعين الجهات المسؤولة إلى توفير كل أسباب وظروف إنجاح هذا الاستحقاق القاري، والساكنة كلها على استعداد للعمل والفرحان، وهذا ماشي إلا هذه القاعة وحدها راه كاينين جوج قاعات ديال الشبيبة والرياضة اللي هما حتى هما جاهزات واللي هما على استعداد كامل في العمل. نضع أنه إحنا دابا هنا ما فينا لا مجلس بلدي ولا شبيبة والرياضة ولا ولاية، إحنا كنا متواجدين لا المجلس البلدي ولا الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة في مندوب الجوي ولا السيد الوالي والسلطات كلها، احنا دايرين مجهود كبير مع الجامعة ومع الجهة ومع المجلس الإقليمي في نجاح هذه البطولة. نضع أن هذه البطولة كتهمنا كنا، والحمد لله احنا على وساق دابا الخدمة كاين الليل والنهار باش يكمل المشروع باش ننجحوا هذه التظاهرة اللي تكون تظاهرة ديالنا وديال سمعتنا وديال بلدنا ونتعاونوا عليها كاملين إلى رضا الله. القاعة المغطاة التابعة لبلدية العيون والتي ستحتضن المباراة الافتتاحية والنهائية تتوفر على إقامة فندقية وفضاءات وملاعب وساحات خضراء وقاعة للصحافة، بالإضافة إلى قاعتي العودة والشيخ محمد الأغضف التابعتين للشباب والرياضة. يعم تفاؤلنا كبير في أن تنتهي الأشغال في ظرف الأسبوع القادم. هذه التظاهرة اللي غتحتضنها مدينة العيون لأول مرة، هذه التظاهرة الإفريقية الكبرى الهامة اللي غتشهدها مختلف قاعات المتواجدة بمدينة العيون، واللي في هذه اللحظة هذه وهذه الأثناء هذه كتعرف استعدادات كبيرة من أجل الإعداد والاستعداد من أجل احتضان هذه البطولة في أحسن الظروف. والإشارة فإنه مجموعة من اللجان اللي تشكلت تحت رئاسة السيد الوالي مشكورا لكل في اختصاصه واللي تيشتغلوا ليل نهار كنبغوا نبينوا على انه الساكنه ان شاء الله بحول الله تعيش في طمأنينه في سلام في جو اخوي رياضي كبير ان شاء الله بحول الله. كذلك تكون مناسبه باش نبينوا للاشقاء ديالنا الافارقه المجهودات التنمويه سواء في جميع المجالات اللي شهدتها هذه المناطق العزيزه والغاليه علينا.
أيام قليلة قبل العرس الإفريقي الذي سيجعل مدينة العيون قبلة للمهتمين والرياضيين والإعلاميين لكرة اليد، وهو نداء للجماهير الرياضية لمساندة فريق وداد السمارة ممثل المغرب الذي سيكون مطالب بالدفاع عن سمعة ومكانة كرة اليد الوطنية. أما الآن فإلى جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لغالي قارح. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء من يومية المساء، وكتبت ردا على الدعم اللامشروط الذي أعلنه مجلس التعاون الخليجي للمغرب فضلا عن التأييد الدولي الذي بات يحظى به المغرب بخصوص وحدته الترابية، وبعد أن قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره الأخير حول الصحراء، قررت جبهة البوليساريو التصعيد ضد المغرب. وكشفت المساء في باقي تفاصيل الخبر أن البوليساريو قد تلقت صفحة جديدة، وهو الشيء الذي يفسر تصعيده الأخير بعدما حصد المغرب نقاطا إيجابية في الآونة الأخيرة. صحيفة الأحداث المغربية كتبت أكدت مصادر جمعوية محلية أن فرقة عسكرية تابعة لما يسمى بالناحية العسكرية الثالثة لجبهة البوليساريو أقدمت الخميس الماضي 21 أبريل على اختطاف الشابة الصحراوية المعلومة تقي حمادة بعد مداهمة خيمة عائلتها في منطقة ميجك. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الفرقة العسكرية استعملت القوة المفرطة للسيطرة على أفراد العائلة خاصة إخوة المختطفة بعد مقاومتهم لعملية الاختطاف، ليتم اقتياد الفتاة رفقة والدتها وخالتها قبل أن تعمد عناصر القوة العسكرية إلى التخلص من الأم والخالة في مدينة الزويلات الموريتانية، حيث وجدهما فيما بعد راعي غنم ساعدهما على ربط الاتصال بالمخيمات لإبلاغ العائلة بتفاصيل عملية الاختطاف التي انتهت باختفاء الشابة الصحراوية التي من المتوقع ترحيلها إلى إسبانيا. ويشار إلى أن قضية الشابة المعلومة كانت أثارت ضجة إعلامية، حيث تطالب بها عائلتها بالتبني الإسبانية فيما منعتها عائلتها البيولوجية من مغادرة المخيمات بعد وصولها إليها في دجنبر من السنة الماضية مع والدها الإسباني خوسي موراليس أورتيغا الذي غادر المخيمات بدونها، وحاول بعد وصوله إلى إسبانيا تسليط الضوء على قضية المعلومة التي اعتبرها محتجزة قصرا في المخيمات، وهذا ما أكده تقرير سابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش. صحيفة هيسبريس كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية دعا الشرق إدريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نظراءه في الدول المغاربية للتنسيق بشكل أكبر فيما بينها من أجل محاربة بكافة أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب، وذلك خلال الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي في تونس. وقال إدريس إن انخراط المغرب في مكافحة الإرهاب جعل منه هدفا لتهديدات الجماعات المتطرفة التي أصبحت تصدي لها تحديا أمنيا كبيرا لكل بلدان المنطقة بالنظر إلى خطورة العمليات الإرهابية التي تنفذها بمنطقة الساحل وتمركز خلايا الدعم اللوجستيكية التابعة لها بالمنطقة المغاربية، مضيفا أن الخطر الإرهابي يتغذى من الصراعات والأزمات التي يعرفها العالم العربي ومن دينامية توسع مشروع الخلافة تحت لواء ما يسمى بداعش الذي يحاول إيجاد موطئ قدم في المنطقة المغاربية على حد تعبيره. أما الآن فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. ستظهر سحب منخفضة بالقرب من السواحل، هذا مع مرور سحب عليا بباقي أرجاء المنطقة. درجات الحرارة المتوقعة غدا 23 بالرباط، 22 بسيدي إفني، 25 بقليميم، وكذلك بالطنطان، 34 بأسة، 33 بالزاك، 23 بطرفايا، 26 بالعيون، 30 ببوكرع، و 23 ببوجدور. واحد وثلاثون متوقع بقلت الزمور، 34 متوقع بمضريقة، 23 بالداخلة، 32 بأوسرد، و 26 متوقع بالقوير. حالة البحر وعلو الموج غدا إن شاء الله بالجنوب، سيكون البحر هائج وسيتراوح ما بين 1.40 متر إلى 2.5 متر. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة السابعة 22 دقيقة، وغروبها على الساعة 8:19. حالة الطقس ببعض العواصم والمدن المجاورة،
بالعاصمة الرباط 23 درجة، 34 متوقع بنواذيب، 33 متوقع بنواكشوط، و35 متوقع بتندوف. ولمن فاتته مضامين هذه النشرة إليكم أبرز العناوين. جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يحل بالمنامة، وذلك في زيارة أخوة وعمل لمملكة البحرين. الأمين العام للأمم المتحدة يوصي في تقريره تمديد مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء سنة إضافية. تظاهرة علمية بالداخل حول موضوع البيئة والتنمية في الأقاليم الجنوبية تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنية. وفي الخبر الرياضي استعدادات مكثفة بمدينة العيون مع قرب تنظيم بطولة كأس أفريقيا الأندية في كرة اليد. قبل الختام يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snrt.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون إذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، ذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون مع إعادة لنشرة الأخبار غدا على قناة المغربية في حدود الساعة الرابعة والربع. نهاية النشرة الإخبارية، طاقمها يحييكم وإلى اللقاء.